مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء سادتي ما خاب من تمسك لحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا ندرك قائمكم سادتي ونفوز فوزا عظيما يا الله فازوا وسعدوا هنيئا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. قبل الدخول بمفردات هذه الآية، لست خطيبا بارعا، وقد موفق. أبعدني عن الخطابة زمن طويل جدا قبل الحشد بسنين، ولكن إكراما للمرحوم حج خيون، حج خيون وجوهكم الكريمة، حبينا أنه صراحة نهدي ثواب هذا المجلس إلى روحه الطاهرة. صلوا على محمد وعلى محمد. الآية المباركة التي تلوتها على مسامعكم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. واقعا تعد مسألة الموت مسألة شاملة وكاملة ومهمة وواسعة، لها العلاقة في حياة الإنسان المسلم بصورة عامة والإنسان المؤمن بصورة خاصة. في الواقع لو مرينا على القرآن الكريم وصفحنا بالقرآن الكريم ووضعنا أيدينا على الآيات التي دلت على مسألة الموت، أشوف إن الله تبارك وتعالى أكد على مسألة الموت أكثر من مورد في القرآن. الله تبارك وتعالى أكد على مسألة الموت في أكثر من مورد في القرآن الكريم طبعا. طيب هنا نجي نقول ما هي الغاية وما هي العلة وما هو الهدف؟ أن الله تبارك وتعالى يؤكد على مسألة الموت في أكثر من مورد. لابد أكو غاية، لابد أكو علة، لابد أكو هدف من أن الله تبارك وتعالى يؤكد على مسألة الموت في أكثر من مورد. يقولون العلة والغاية والهدف من أن الله تبارك وتعالى يؤكد على مسألة الموت، وذلك من باب حتى لا تكون حجة لمخلوق على الخالق. إذن الله تبارك وتعالى يؤكد على مسألة الموت حتى لا تكون حجة لمخلوق على الخالق. أقرب لك، أقرب الصورة بمعنى أكثر. يعني افترض على سبيل المثال زيد من الناس يريد يسافر إلى بلد ما، فأكيد راح وين يروح؟ يروح أصحاب الاختصاص، أصحاب الخبرة اللي مار بهالطريق هذا. فيقول لي مثلا، يأتي إلى عامر يقول له يا عامر أنت سافرت سابقا، أيهما الطريق الأسلم، الأيمن أو الأيسر؟ أكيد افترض أنها عامر قال له لا، الطريق الأيمن هو اللي راح يوصلك إلى ضفة الأمان، هذا راح هذا يوصلك إلى المكان اللي تريده بدون متاعب، بدون أي عوارض، يعني بعبارة أخرى توصل بأمان. افترض أن زيد سافر فلم يسلك ما أمره به عامر، ما سلك الطريق الأيمن، افترض بالعكس سلك الطريق الأيسر، فتعرض إلى، أعاذنا الله وإياك، تعرض إلى مصيبة، تعرض إلى عارض ما، لما يرجع مرة ثانية تلاحظ شلون ويعاتب، يجي عاتب عمرو يقول له أنا مر علي مريت بالموقف الفلاني كذا، أكيد عمرو إيش راح يجاوب؟ يقول له أنا مو لقيت الحجة عليه، أنا مو قلت لك إنه هذا الطريق مو سليم، الطريق الأسلم هذا، فالعلة بيك مو بيه، فإذا شنو ألقى الحجة عليه؟ فإذا الله تبارك وتعالى يؤكد على مسألة الموت حتى لا تكون حجة لمخلوق على الخالق.
آيات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، آيات دلت على بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي. بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان. بسم الله الرحمن الرحيم، يدرككم القوم يدرككم الموت إلى آخر الآية. إذن آيات كثيرة دلت على مسألة الموت. إذن العلة والغاية من أن الله تبارك وتعالى أكد على مسألة الموت حتى لا تكون حجة لمخلوق على الخالق. طبعا بعد هالمقدمة هاي نجي إلى مفردات الآية المباركة. الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول قل إن الموت الذي تفرون منه، يعني الله تبارك وتعالى يخاطب العباد، قل إن الموت الذي تفرون منه. ياهل بينا من خادمكم إلى أقل واحد بينا منه عندي الآن استعداد أو قابلة للموت؟ ماكو. أي إنسان الآن إذا تقول له بعد يوم يومين تموت ترتعد فرائسه، الليل ما ينام وحقك، لربما هاي الغرفة ما يقدر يخرج من عندها. يعني الإنسان أصعب شيء على الإنسان البشر مسألة الموت، ماكو استعداد، ما عنده استقبال شنو يستقبل مسألة الموت. وهذا أبو ذر الغفاري يسألوه يقولون له لماذا الناس تهرب من الموت؟ لماذا الناس تهرب؟ يقول لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة. ليش يهربوا من الموت؟ يقول لأنهم عمروا الدنيا شنو؟ وخربوا الآخرة. للأسف يعني، وهذا الشاعر إنه شو يقول؟ يقول كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، فلست بالباقي ولو عمرت ما عمره نوح. بالمناسبة عمر الرواية تقول 2000 سنة ترى، بس الدعوة ما 950 هذا يدعو في قومه، إيش قدر يدي عمر الإنسان؟ 20 سنة 30 سنة 80 سنة لابد أن ماذا؟ لابد أن يرحل من هذه الدنيا. فإذا هروب الإنسان من الموت ما عنده استعداد، ما عندنا قابلية، ما مهيئين نفسنا، ما بخلي المقدمة صحيحة. يقولوا كلما كانت المقدمة صحيحة كانت النتيجة صحيحة. إحنا مقدماتنا خاطئة، أنا أحكي بصورة عامة، مقدماتنا مو صحيحة. لو كانت مقدماتنا مبنية على التقوى لا كنا شنو استقبلنا الموت. قل إن آية قرآنية، قل إن بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتمنونه بما قدمت أيديهم. تعرف شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل إن الموت الذي تفرون من إلى آخر الآية فإنه ملاقيكم. فإنه ملاقيكم، أحسنتم. لا شاهدنا، يعني الإنسان ما عنده أكو آيات أخرى تدلل شنو، يعني تدلل على استعداد الإنسان لمن؟ استعداد الإنسان للموت. زين، فالإنسان إذا كان عنده استعداد ما يخاف من الموت. تمنوا الموت إن كنتم صادقين، القرآن يقول تمنوا الموت إن كنتم صادقين، وهذا الصدق في معاني وبحاث كثيرة. تمنوا الموت إن كنتم، ولا يتمنونه، لاحظ هذا اللي يريد، ولا يتمنون إلا ولا يتمنون بما قدمت أيديهم، باعتبار أيدينا شنو هسه، هذا قد يكون المعنى مجازي الأيدي. فده مقدمة صحيحة، وإلا لو كانت عنده قابلية، عنده استعداد، عنده مقدمة صحيحة، ما هو رب حقك من الموت. لذلك يشوف انه اللي الصحابه اللي رافقوا اللي عاصروا رسول الله صلى الله عليه واله واللي عاصروا اهل البيت يتسابقون للموت. ميثم التمار الامام علي قال له هاي النخله تصلب عليه، يبقى بدا يسقي تلك النخله. اصحاب الامام الحسين يتسابقون، وهذا عابس انه ينقلون خطوه، يقول في ساحه المعركه يرمى رمى ملابسه، يعني نزع ملابسه، يجاوبوه يقولوا قتلني حب الحسين، وهذا حب الحسين باعتبار انه عرف الحق. فكان عندهم استعداد وعندهم القابليه لمن؟ والمقدمه الصحيحه لاستقبال الموت، يعني عندهم القابليه، عندهم الاستطاعه لاستقبال الموت. اما اذا كان الانسان ما عنده القابليه وما عنده الاستعداد لقبول الموت، لا تشوف انه يهرب من الموت. ويا اخوان المسألة هي مو مسألة الإنسان يموت وتنتهي ويا ليته يكون تراب، لا، المسألة أكبر من ذلك. الإنسان بعد الموت يا ريت يموت ويصير تراب وتنتهي القضية، لا، الإنسان بعد الموت يمر في عوالم يا مولانا. وأي عوالم؟ عوالم سكرات الموت، عوالم عذاب القبر،
هذه عوامل ومراحل يمر بها الإنسان بعد الموت. يا ريت يموت وتنتهي المسألة، لا يمر بعوالم من جملتها عالم سكرات الموت أو نزعات الموت وعالم عذاب القبر. عالم سكرات الموت، هاي سكرات الموت أصعب شيء على الإنسان، سميت بنزعات الموت، هي سكرات الموت لكن سميت بنزعات الموت. لماذا سميت بهذا الاسم نزعات الموت؟ يقولون لأن الشيطان ينازع الإنسان في تلك اللحظات. يعني إذا مولانا الشيطان نستجير بالله بالدنيا قاعد لك ركبة ونص، بالموت ترى يتربع ويقعد يم راسك إذا ما عندك استعداد، إذا ما عندك قابلية. لذلك ينقل أحدهم يقول أحد المجتهدين هذا حظ إنه وصلت به المنية، فتعرف مجتهد اللي حضور اليمة المجتهدين وفضلاء الحوزة، لأنه إحنا عندنا من المستحبات إنه يوجه إلى القبلة في حالة الاحتضار، وتبدأ ماذا إنه أو الورع اللي بيهم أقربهم إلى المجتهد يبدأ يلقن هذا الميت، عذرا هذا المحتضر. يقول فبدأ أحدهم أحد المجتهدين يلقن هذا المحتضر المجتهد، يا فلان إذا أتاك الملكان وسألاك من ربك فقل الله ربي. يقول ذاك الميت المحتضر قال الله ربي. قال يا فلان إذا أتاك الملكان وسألاك من نبي قل محمد صلى الله عليه وآله نبي، فردد ذلك المجتهد كذلك. يقول ثم قال له يا فلان إذا أتاك الملكان وسألاك من إمامك، يقول وإذا بهذا المجتهد يصيح لا لا لا. سبحان الله، اللي موجودين مو مثلي خادمكم لربما ينظر من دائرة ضيقة، لا الموجودين مجتهدين فضلاء الحوزة ينظر من دائرة واسعة. قال لازم أكو علة أكو غاية. على أي حال هسه البعض استغرب، البعض انه قال اكو سر اكو غايه. على اي حال يقول ذلك المجتهد غسل وكفن ودفن، صلى تمت صلاه عليه ودفن، ثم رجع احدهم الشخص الملقن لكن يقول في حيره من امره. يقول دخل منزله اللي كان يلقن المجتهد، اي يقول واذا في الرؤيا دخل عليه ذلك المجتهد المتوفي، قال يا فلان بس خل بالك وياي، قال يا فلان استغربت من قولي لا لا؟ قال يا مولانا شلون ما استغربت، شين الغاية اخبرنا يا فلان. قال يا فلان اعلم لما بدأت سكرات الموت وبدأت تلقنني كنت بأمس الحاجة إلى شنو؟ إلى شرب الماء. يقول لي أحس في داخلي هذه بحار العالم ما ترويني، ما تروي الظمأ مالي. لذلك إحنا شيء يذكر من جملة المستحبات المحضر أن شنو يقطر، أحسنتم، يقطر في فمه قطرات فعلا. لكن يقول لي أنا في تلك اللحظات يقول لي أحس أشعر إن هذه بحار العالم ما تروي الظمأ مالي. قال له لما وصلت وياي الى امامه علي بن ابي طالب جاءني الشيطان. قال له الشيطان كان جالس بجنبي بالقريب قريب من راسي، نازعني عن الوحدانيه فما قدر، وصلت للنبوه وياي ما قدر، وصلت للامامه قال اتى لي بقدح من الماء وقال يا فلان اشرب هذا الماء وتبرع من ولاية علي بن أبي طالب. يقول فكان جوابي للشيطان لا 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 وليس لكم، صلوا على محمد. الله صل على محمد. مولانا أسألك بالله، هذا مجتهد وقدم ما قدم للإسلام زين، وأفنى عمره في خدمة الإسلام زين، وكل هذا والشيطان ماذا تربع بجانبه في سكرات الموت زين، أنا وياك شلون بين؟ الله أكبر. أنا وياك ذولا البسطاء شلون بين اللي كل شي ما مقدمين كلبين بالدنيا شلون بين؟ إذا لابد أن يقدم الإنسان، خلنا نقدم. وهذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه ابن طاووس ينقل يقول خرجت في ساعة متأخرة من الليل وإذا بسيدي ومولاي الإمام زين العابدين يحمل غراوة على كتفه، يعني كيس. فيقول قلت له إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال إني على سفر.
يقول في اليوم الثاني شفت الإمام زين العابدين فحدثته. قلت له يا ابن رسول الله لا أثر لذلك السفر الذي حدثتني عنه. قال يا فلان لا حيث تضيع، إني كنت في سفر الدنيا في سفر الآخرة وليس في سفر الدنيا. يعني تنقل رواية الإمام سلام الله عليه كان يأخذ هذا الخبز اليابس ويدس الرغيف والرغيفين تحت الناس وهم على وسادة النوم. بالمناسبة لا تستغرب الرغيف، الرغيف كان في ذاك العصر في ذاك الوقت صعب الاستحصال عليه، صعب الاستحصال عليه. احنا الان تطور وما شاء الله وين وصل العلم، وبعض الناس توصل الرغيف الخبز لكن مو بسهولة. اذا كيف ذاك العصر؟ فكان ذاك العصر يعني الحصول على رغيف الخبز من الصعب المستصعب. فالامام الشاهد يقول له اني كنت يا ابن طاووس اني كنت في سفر اخره، ما كنت في سفر. فالانسان لابد ان يراجع نفسه زين، لابد ان يستعد لنزعات الموت اللي اذا كان الشيطان الان قاعد لك قلت لك ركبه ونص في 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 لحظات النزاع في سكرات الموت لا مولا يتربع ويقعد يم راسك. فاذا لابد ان شنو عندنا حقيبه، كل انسان بينا هسه عنده حقيبه عنده قاصه عنده مكان شو يريد؟ يريد يمليها حتى شنو؟ حتى يقاوم هذا الظرف، حتى يقاوم هذا الوقت، حتى ما يمد ايده لزيد من الناس. احنا كذلك اليوم هم بس الحاجه ان نملي حقائبنا بيش زاد الاخره، حتى ما اطلب من فلان يوم يفر المرء من امه وابيه وصاحبته وبني وفصيلته التي توي واحد. كل انسان يصيح يا نفسي الا محمد صلى الله عليه واله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذا يا مولاي هذه المرحله الاولى هي مرحله سكرات الموت اللي سميناها بنزعات الموت. العالم الاخر وهو عالم عذاب القبر، اعاذنا الله واياكم من عذاب القبر. مولانا هذا العذاب القبر لا يتدخل فيه لا وصي ولا نبي إلا شخصية واحدة إلا ما رحمه ربي. ربي عذاب القبر عذاب صعب، وأكثر من شدة عذاب القبر سوء الخلق مع العائلة والزوجة. سوء الخلق مع العائلة والزوجة هذا يسبب ضيق القبر ضغطة القبر، يعني من العوامل الرئيسية التي تسبب ضغطة القبر هي سوء الخلق، يعني سوء خلق الإنسان مع عائلته وزوجته. بهاي الرواية وأختم لكم إن شاء الله. سعد ابن معاذ كلكم سامعين عنه، صحابي مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد ابن معاذ بالمناسبة الوحيد الأمة ما عندها أم سعد، بس سعد عندها. سعد لما وصلت منيته حضره رسول الله صلى الله عليه وآله، هو اللي حضر في ساعات احتضاره، ثم ماذا؟ غسله، ثم حنطه، ثم كفنه، ثم لاحظ شوف الميزة شوف الخصوصية، ثم صلى عليه ماذا؟ ثم نقله شنو؟ إلى قبره. حتى تنقل الرواية تقول في تلك اللحظات أثناء تشيع سعد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حافي القدمين، فيسعد نراك حافي القدمين يا رسول الله. فيجيب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف لا أكون حافي القدمين وإن سعد يشيعه 70 ملك في السماء و70 ملك في العرب. وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله بجنازة سعد إلى القبر. وقبل ما ينزلون لاحظ قبل ما ينزلون سعد إلى لحدي إلى القبر نزل رسول الله صلى الله عليه وآله فالتحد بلح السعد. احنا عندنا من المستحبات المؤكدة اللي تخفف ضغطة القبر، يستحب قبل ما ينزلون الميت، احنا عندنا واجب وعندنا مستحب. القبور واجب حفر القبر، اما اللح مستحب. فيستحب لذوي الرحم ابنه اخوه عمه قريب رحمه ينزل يلتحد بلحده. هذا نزول الحي يلتحد بلحد ذلك الميت قبل النزول الى القبر، هذا يسبب يقلل من شنو؟ من ضغطة القبر. فيقول الشاهد نزل رسول الله فالتحد بلحد سعد ثم خرج.
أمر رسول الله بإزالة سعد إلى القبر وبدأوا يهودون التراب على قبر سعد. أم سعد وحيدة تعروف وقاعدة مضطرفة كانت مشهشة بالبكاء، لكن لما شافت رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي تولى ماذا؟ تولى تجهيز سعد. يقول وإذا بأم سعد تقول هنيئا لك يا سعد، فإن رسول الله هو الذي حضرك، هو الذي غسلك، هو الذي حنطك، هو الذي كفنك، هو الذي صلى عليك، هو الذي اتحد في تحتك. يقول ما أن أكملت أم سعد كلامها وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله قال مهلا مهلا يا أم سعد، إن سعد أخذته ضغطة القبر. الله أكبر. لماذا يا رسول الله؟ قال لأنه كان سيء الخلق مع زوجته. لا تشوف المسألة سهلة، فإذا لابد شنو؟ ما أريد أطيل عليكم، إحنا ورانا سفر، إنه لابد للإنسان ماذا؟ لابد الإنسان أن يهيئ لهذه الساعات، لابد أن يستعد لهذه الساعات. لكن أنا بعد أريد أدخل السرور على قبرك. عذاب القبر لا يتدخل فيه إلا وصي، لا يتدخل فيه لا وصي ولا نبي، إلا هنالك خصوصية أخص الله تبارك بها سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، أخصه بهذه الخصوصية، يتدخل الإمام الحسين في عذاب برفع عذاب القبر. وأنا قلت لكم هاي وأختم بها، بس أنقلكم هذه الحادثة وأختم إن شاء الله. إذن عذاب القبر لا يتدخل فيه لا نبي ولا وصي إلا الإمام الحسين سلام الله عليه، وهاي من الخصوصيات التي أعطيت إلى الإمام الحسين بقدر ما أخلص الله تبارك وتعالى الله طاع دنيا وآخر. أقصد الإمام الحسين بأي مسألة، لكن بقلب صادق بنية صادقة والله تفتح عليك الأبواب. صلوا على محمد لم يتدخل بعذاب القبر إلا الإمام الحسين. هذا أحد الخدام في كربلاء، هذا كما ينقل المؤرخين يقول هذا عنده محل قريب على ضريح الإمام الحسين، وكان ضريح الإمام الحسين مو بهالمستوى هسه، كان مختصر. يقول هذا شنو شغله؟ هذا يبيع المحل مساويك وتراب ومسابح الزوار، لكن هذا يجي الصبح عنده هاي يسموها قربة، هذه فخروها من فخار شايفيها، هاي يخلون بها الماء إنهم بشأنيتها تبرد هذا الماء. يقول هذا شنو شغله؟ يملي هاي القربة ماء يبيتها للصبح، يقعد الصبح يلقاها باردة وطاسته وياه، يجيب لعامل يقعده بالمحل وهو يشكل ويفتر على زوار الإمام الحسين يسقيهم الماء. يقول يوم من الأيام جاء متعب فدخل بيته، يقول لحظات وراء حتى ساعة ساعتين إنه وإذا بيسمعون زين عياله وأولاده إنه أبوهم قد أجهش بالبكاء. دخلوا عليه شنو القضية؟ قلهم أنا سألت لكم القضية، أنا بعد ما متي وغسلتوني وكفنتوني وصليتوا علي ونزلتوني بلحمي، مجرد ما أن نزلتوني هلت التراب على قبري وإذا بالقبر ماذا؟ جاء جانبيه، جاء ضغطة القبر. ما قبل حصول ضغطة القبر قال وإذا بنور يدخل علي إلى ذلك القبر فيصبح ذلك القبر روضة من رياض الجنة، فاتسع ذلك القبر. صلي على محمد وآل محمد. يقول لم أرى شخصا لكن رأيت نورا، يقول أخاطب النور، أنا يقول أتوقعك وشوة شخص وراء النور. إيه قال لي فلان حسب ما أستحضر إنه اسمه ملا حيدر. ملا حيدر أنت صار لك 20 سنة تسقي زوار الماء وتريدني ما أحضرك بهالساعة؟ الله فيا مولانا إحنا عندنا شفعاء، عندنا طرق، لكن شنو واجب علينا؟ كون هاي الطرق وهاي الوسائل اللي تنفعنا وتخدمنا أنه نتبعها اتباع صحيح. لذلك يا مولاي نقول ميتنا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن سيد الشهداء الإمام الحسين روحي له الفداء لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه،
وهذا لسان احد الشعراء يقول له تعالوا لبنكم غسلوه والكفن وياكم تجيبوه جيبوا قطن للجرح شدوه بهداي وسط القبر خلوه. نسأل الله لنا ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوجه إليك ونستشفع إليك ونتوسل إليك بالحسين يا الله يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وآل محمد. الإخوة الحضور ولا سيما أصحاب المأتم اللهم ارحم فقيدهم برحمتك الواسعة يا الله يا الله يا الله. وارزقه زيارة الحسين في قبره يا الله. والفاتحة إلى وجه الله وشرف النبي والأئمة الأطهار وإلى أمات المؤمنين والمؤمنات أماتكم جميعا ولا سيما إلى روح الحاج الذي اجتمعنا لأجله رحم الله والديه من أهدى له وله ثواب سورة الفاتحة مشروع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن.